العيد في بلادنا له متعة خاصة، خاصة وأن رائحة العيد قد بدأت تجول في بيوتنا، وهذا بعد أن تحولت المنازل إلى ورش تنظيف مفتوحة في الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك من أجل تزيينها، فيما تنتظر النساء الأسبوع الأخير من شهر رمضان ليشرعن في تحضير الحلويات إذانا باقتراب نهاية رمضان ودخول عيد الفطر المبارك. وتفضل الكثير من النسوة شراء مستلزمات الحلويات بأنفسهن من المحلات المخصصة لذلك، ويحتل المقروض صدارة الحلويات التقليدية الجزائرية في عيد الفطر، سواء المصنوع باللوز المعروف في العاصمة ومدن الوسط، أو بالغرس عجينة التمر الذي تشتهر به ولايات الشرق الجزائر، ليتم وضعه في العسل بعد قليه في الزيت، إضافة إلى حلوى الطابع، وهي حلوى يتم تشكيلها في قوالب معدنية أو بلاستيكية بأشكال هندسية مختلفة، والبقلاوة والتزيريات وأصناف أخرى بدأت تجد لها مكانا على طاولة العيد الجزائرية. أما لأفراد العائلة فيتم تخصيص صينية خاصة بهم، صينية قهوة العيد، وهو أول ما يتم تذوقه سواء قبل صلاة العيد أو بعدها، يكون فيه الحليب والقهوة بالإضافة إلى الحلويات. وبعد صلاة العيد تستقبل العائلات زوارها بطبق مزين بأنواع الحلويات التقليدية والعصرية. ومن أشهر عادات العيد أيضا تبادل صحون الحلويات فيما بينهم بين العائلات أو الجيران، وذلك الصحن وفق عاداتهم هو هدية العيد الحلوة أو عربون محبة، يتبادلها الجزائريون كنوع من أنواع التغافر وتمتين العلاقات الاجتماعية. ولا تحلو الأعياد في الجزائر دون براءة الأطفال الذين يكونون أول من يخرج إلى ساحات الأحياء مرتدين أجمل ملابسهم الجديدة، بينما يتسابقون في يوم العيد في من يجمع أكثر العيدية، وغالبا ما ينفقون ما جمعوا في شراء الألعاب والمفرقعات والبالونات. فلا يحلو عيد أطفال الجزائر دون شراء الألعاب والمفرقعات والبالونات مما يجمعونها من العيدية، وتجدهم يتباهون فيما بينهم بألبستهم الجديدة وألعابهم، ولا تقتصر الأناقة على المنازل والأطفال فقط، بل يكون عيد الفطر مناسبة خاصة ترمز للأناقة الرجل والمرأة في الجزائر، يشترون ملابس جديدة ليظهروا بأبهى حلة يوم العيد، فترتدي النسوة فساتين تقليدية أو عصرية تزينها بحليهن من الذهب، كما تتوحد البيوت في يوم العيد بمأدبة غداء تقليدية لأفراد العائلة والضيوف، حيث تتفنن النساء في كل منطقة بتحضير أشهر وأشهى الأكلات التقليدية التي ترتبط بشكل أساسي بهذه المناسبة. ومن أشهر الأطباق التي تجد لها مكانا على مائدة العيد الكسكس بلحم الغنم والدجاج، وكذلك الشخشوخة بلحم الغنم والدجاج أيضا مع البيض التي يصفها الجزائريون بمعشوقة الأطباق التقليدية، بينما يفضل سكان العاصمة مثلا طبق الرشتة أو التريدة في مدينة قسنطينة أو لسان العصفور وغيرها من الأطباق الشهية.